ينضم إلينا الآن مرام المؤرخ والباحث جوني منصور. صباح الخير أستاذ جوني، يعني واضح أنه في مخزون معلومات ممكن نستفيد منك في هذا الصباح فيما يتعلق بالأرض والذاكرة، لكن دعنا نبدأ من الموضوع الرقمي وملائمة يعني شكل النضال إلى شكل الزمان وكل حيثيات اليوم أو الفترة التي نمر بها على كوكب الأرض. ماذا تقول عن التجربة الرقمية لإحياء فعاليات ذكرى يوم الأرض اليوم؟ صباح الخير لكم وصباح الخير للأرض الفلسطينية في ذكرى 44 ليوم الأرض الخالد. التحول لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة هي خطوة جدا إيجابية في زمن صعب جدا نمر به، ليس فقط هنا في الوطن بل في العالم أجمع، وهو دليل على أن القضية قضية الأرض لا تتوقف ولن تتوقف بفعل هذا الوباء أو أي حالة طارئة أخرى، وهذا دليل على مرونة التعامل بالنسبة للفلسطيني مع قضاياه اليومية. نعم. وإن كان في بعض يعني الشرائح المجتمعية هناك مواجهة لصعوبة معينة بالتعامل مع هذه التظاهرة، ولكن أنا باعتقادي بأنها لافتة وستكون لها أبعاد جد إيجابية على الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد العالمي. نعم. بالنظر يعني أيضا يعني أفضل ما يمكن استحضاره في الذكرى 44 لإحياء يوم الأرض هو تحولات القضية ومآلاتها، كيف نتحدث عن ذلك الشيء قليلا؟ يعني لن يكون هناك تحول كبير بالنسبة لموضوع الأرض، إذ أن الفلسطينيين منذ أن بدأت القضية، والقضية هي ليست فقط يوم الأرض، يوم الأرض هو يعني مفترق مفصلي هام جدا بالنسبة لعلاقة الإنسان العربي الفلسطيني بيوم الأرض، وإنما العودة إلى جذور القضية. القضية الفلسطينية هي قضية أرض قبل أن تكون قضية سياسية أو قضية اقتصادية أو أي شيء آخر. الفلسطينيون واجهوا منذ نهاية القرن 19 وحتى اليوم لا يزال يواجهون صراعاً قوياً جداً أمام آلة استعمارية اقتلاعية تحمل مشروعاً هو المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني هو ليس وليد الساعة، وإنما هو يتحول في كل يوم لأن يكون أكثر يعني شراسة وأكثر افتراسا. ونحن نلحظ أنه منذ 100 عام فقد الفلسطينيون ما يقارب 97% من أرضهم التاريخية في فلسطين، وهم اليوم لا يمتلكون إلا نسبة بسيطة جدا يحاولون من خلالها الحفاظ على البقاء والوجود والاستمرار. ولكن يوم حطة تاريخية هامة يؤكد هذا اليوم أن الشعب الفلسطيني لا زال شعبا حيا، شعب يحب الحياة، يحب البقاء، ويريد أن يبقى على أرضه ومن أجل أرضه. فهذا اليوم وإن كان قد حصل قبل 44 عاما، يعني بمعنى آخر مر حوالي جيلين على الحدث، لكن لا زال يتفاعل بقوة في وجه سياسات العنصرية والتمييز واللامساواة التي تتبعها حكومات إسرائيل منذ عام 48 حتى اليوم، مع أنها تعتبر أن العرب الفلسطينيين الذين بقوا على الأرض الفلسطينية هم مواطنين فيها، لكن لا تتعامل معهم كمواطنين متساوين. نعم. المواطنين في الدولة. نعم، يعني أستاذ جوني، لنتحدث عن علاقة العالم العربي بالقضية الفلسطينية مع مرور الأزمان وبعد مرور جيلين على يوم الأرض كما أسلفت حضرتك، يعني هل تغيرت أو هل ترى أن هناك تغيير في مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية؟ نحن نتحدث بهذا الموضوع بمسارين، المسار الأول الأنظمة العربية، والمسار الثاني الشعوب العربية. نعم. الأنظمة العربية هناك تراجع في التعامل مع القضية الفلسطينية خصوصا في الفترة الأخيرة، إذ أن بعض الأنظمة العربية قد ارتمت في أحضان إسرائيل وتبنت كل طرق ومبادئ التطبيع مع إسرائيل، بالرغم من معرفتها المعرفة الجيدة أن إسرائيل هي دولة احتلت الأرض الفلسطينية، ولكن بعض هذه الأنظمة قد أعلنت أن القضية الفلسطينية قد أتعبتها، علماً أن الدول العربية والأنظمة العربية خاصة الأنظمة التقليدية هي التي كانت سبباً في حصول النكبة. يعني الشعب الفلسطيني انتكب عام 48 بفعل الرجعية العربية
ثانيا بفعل سوء الأنظمة والتنظيم في ذاك العام في مواجهة الدولة الصهيونية التي تأسست على أرض فلسطين. وهذا التراجع بطبيعة الحال لا يشمل كل الأنظمة العربية ويشمل بعض منها، وأنا أملي كبير جدا أن الشعوب التي تخضع لهذه الأنظمة أن تقوم بدورها لإعادة العجلة إلى ما كانت عليه في دعم الشعب الفلسطيني. في المسار الثاني، الشعوب العربية هي شعوب تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني برمتها، وكفانا أن نقول بأن التقويم السنوي يعني الرزنامة العربية موجود فيها يوم الأرض كعيد وطني قومي لكل الأمة العربية بامتدادها من المحيط وحتى الخليج. وهذا يعني ويؤكد أن الشعوب العربية متضامنة مع الشعب الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية قضية عادلة، ويتوجب على هذه الشعوب أن تبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى أن يحقق هدفه الأساس وهو إقامة دولته وعاصمته الشريف. نعم، دوما الفلسطينيون يبحثون عن حل لقضيتهم، وأصبح الوسيط الأمريكي الآن غير مرغوب فيه فلسطينيا. هل تعتقد أن هناك ضرورة للتوجه إلى المنظمة الدولية؟ أنا باعتقادي أن على القيادة الفلسطينية، وقد ذكرت ذلك منذ عدة سنوات، على القيادة الفلسطينية أولا أن تتوحد الصفوف وتزيل حالة الانقسام القائمة حتى اليوم منذ أكثر من عقد من الزمن. ثانيا أن تلغي كافة الاتفاقيات المتعلقة بأوسلو، وأن تلجأ إلى المحافل الدولية بأمل. أنا أقول بأمل لأن المحافل الدولية هي أيضا منحازة، ولكن هذا ما تبقى للقضية الفلسطينية، أن تسعى إلى نقل القضية إلى محافل الدولية بشكل أوسع ومدروس ويحمل أجندة جديدة، بعيدا عن كل المطامع التي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي متحالفة مع إسرائيل. يعني أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن التحالف وعرض صفقة القرن البشعة الوقحة كفرصة ثمينة للشعب الفلسطيني، وهي ليست فرصة، هي تدميرية للشعب الفلسطيني. وأنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني لديه فرص كثيرة جدا، لأن النضال لا ينتهي وله أشكال كثيرة. المحافل الدولية هي ميدان آخر للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية لأن تخوض هذا الميدان حتى تستنفذه نهائيا، وعندها تقول للعالم أنتم أيها العالم الذين قلتم إن القضية الفلسطينية عادلة، ماذا فعلتم وماذا تفعلون لهذه القضية؟ يعني باعتقادك هذه هي الأوراق التي تبقت بيد الفلسطينيين، ولكن هذا ما يجب أن نستمر به. نعم، قبل أن تطرحي سؤالك مرام، من المهم التنويه للمشاهدين أننا نتابع، وأيضا لك بروفيسور جوني، أننا نتابع الآن في بث مباشر مراسيم وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في كفر كنا. سنتابع أيضا مع هذه المشاهد، يرافقها صوتك وإجابتك على سؤال مرام أستاذ جوني. نعم، كنت أقول لك، هل هذه هي الأوراق الأخيرة التي بيد الفلسطينيين الآن؟ أنا أعتقد أنه الآن يتوجب أيضاً على الفلسطيني بمسار آخر، إرسال رسالة واضحة إلى الشعب الإسرائيلي عما إذا كان هذا الشعب يريد السلام ويريد العيش بأمان في هذه المنطقة. وأنا دائماً أقول بأنه الأزمة هي ليست فقط للفلسطيني، الأزمة هي أيضاً للشعب الإسرائيلي الذي جاء إلى هذه الأرض وسلب هذه الأرض، ولكن ضمن إطار الظروف التي نعيشها يجب على الطرفين أن يبحثا عن مخرج. فإذا كان الشعب في إسرائيل يريد أن يبقى سائرا وراء كل سياسات الاحتلال والاستعمار دون أن ينظر إلى المستقبل، هذه مصيبة وكارثة كبيرة جدا، لأن الشعب لن يتنازل عن حقه في أرضه، سيستمر في النضال بكل الطرق المشروعة دوليا وإنسانيا وأخلاقيا حتى يحقق مشروعها بإقامة دولته. وأنا باعتقادي أن كثيرة جدا، ويجب ألا نفقد الأمل، وعلى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أن ينظرا إلى المستقبل، فيما لو أراد الشعب الإسرائيلي حقيقة أن يقف في وجه حكومته ويقول لهذه الحكومة، والآن نحن أمام حكومة أصعب، حكومة يمينية متطرفة بامتياز تسعى إلى تكريس سياستها سياسة القبضة الحديدية والمزيد من الاحتلال، المزيد من ضم الأراضي. وكفى أن نرى أن سياسة الحكومة الحالية في ظل
وباء الكورونا تنكر وتقصي وتهمل المجتمع العربي كليا بما له علاقة بالفحوصات. صحيح. وهذا الوباء لن ينتشر فقط في المجتمع العربي، ينتشر في المجتمعات كلها. ولذلك على الحكومة أن تنظر إلى المستقبل، أن تغير بوصلتها نحو بوصلة البناء الجديد لمجتمع جديد في هذه البلاد في ظل هذه الظروف التي نعيشها. الباحث والمؤرخ جوني منصور، شكرا لك.